إذا كان راك تتكلم على الأحمدية وتم ما تم تسجيله من متابعات قضائية بولايتي أمن ولايتي سكيكدا وخنجلة حتى نقول لك سيدي بلعباس. ناحية الوسط ما شهدتش متابعات، ولكن مصالح الشرطة كل ما يهم الثوابت والقيم الوطنية والاجتماعية تعنى به وتتابع الموضوع وتعمل على تطبيق القوانين والنظم. ناحية الوسط مازال ما سجلناش قضية متابعة، ولكن الاهتمام موجود.